التي كانت وما زالت تدافع عن البلاد رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. ان هذه المناسبه عزيزه على قلوب كل العراقيين. قبل ايام سبقنا احتفالنا بالجيش العراقي الباسل. كل سلاح شعري صفن وهرقه صيحين. فنجان المشام وين خليت طبع لطيف اذبح عبد الله. الذكرى التاسعه والتسعون لتاسيس الشرطه العراقيه الابطال. مدير الامن الوطني يتسلمه نيابه عن المقدم حبوش. بمناسبة الذكرى 99 لتأسيس الشرطة العراقية نتقدم بأزكى التهاني وأجمل التبريك إلى شعبنا العراقي العظيم وإلى قاداتنا وإلى أبناء محافظة نينوى، ونعاهد الله وأبناء العراق وأبناء محافظة نينوى أن نكون حماة الأمن والقانون وأن نطبق النظام والقانون وندع الجريمة والجريمة المنظمة، وإن شاء الله نسأل الله أن يوفقنا في مهامنا إن شاء الله. نهنئ أبطال الشرطة الشجعان في ذكرى عيدهم 99. هذا الجهاز البطل الذي حقيقة أصبح يطلع بمسؤوليات كثيرة أكثر مما مكلف به، وكان له دور كبير في حقيقة المشاركة في عمليات تحرير محافظة نينوى. وأبطال هذا الجهاز سطروا العديد من الملاحم وأيضا قدم العديد من الشهداء من أجل تحرير هذه المدينة. نتقدم بأسماء التبريكات إلى قيادة الشرطة والمتمثلة بقيادة قيادة قوات شرطة نينوى وكافة منتسبيها وضباطهم ومراتبها، واللي تواكبت ويا احتفالاتنا بعيد ميلاد جيشنا الباسل 199 لتأسيس الشرطة. ونبارك لهم هذه الاحتفالية الكبيرة اللي احتفل بها كل شعبنا إن شاء الله. بمناسبة عيد الشرطة أهني السيد وزير الداخلية المحترم والسيد وكيل وزارة لشؤون الشرطة المحترم وجميع ضباط ومنتسبي وموظفي وزارة الداخلية، وأخص بالذكر منهم ضباط ومنتسبي وموظفي مديرية مرور نينوى الذين شاركوا مع أخوتهم في شرطة نينوى بعمليات تحرير الموصل. أدعو الباري عز وجل أن يحفظهم لتحقيق يعني الأهداف المرجوة من جهازهم. أقمنا احتفالا في مقر قيادة شرطة نينوى بمناسبة الذكرى 99 لعيد تأسيس الشرطة العراقية البطلة، وبهذه المناسبة أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى جميع ضباط ومنتسبي قيادة شرطة نينوى وكذلك ضباط ومنتسبي دوائر قوى الأمن الداخلي، وأدعو الله عز وجل أن يعيد هذه الذكرى على عراقنا الحبيب وهو ينعم بالأمن والسلام والمحبة والوئام، وكل عام وأنتم بألف ألف خير. بمناسبة الذكرى 99 من كانون الثاني لتأسيس الشرطة العراقية نهنئ وزارة الداخلية بعيدهم الأغر، ونهنئ جميع قيادة وشرطة محافظة نينوى وعلى رأسهم السيد اللواء ليث الحمداني وجميع الضباط والمراتب، وألف مبروك وكل عام وأنتم بخير. نهنئ اليوم الأجهزة الأمنية كافة بكافة فروعها وأقسامها ومديرياتها، نهنئهم لأنهم الذين ضحوا بدمائهم وأرخصوا دمائهم من أجل تراب الوطن. نهنئهم بهذا اليوم المصادف اليوم التاسع وللعام الجديد، ونتمنى لهم الموفقية والسداد وكلنا مشاريع استشهاد معهم وهم أخواننا. نقدم التهنئة الخاصة إلى قيادة شرطة محافظة نينوى، وقمنا بزيارتها إلى أكاديمية شرطة نينوى لتقديم التهاني بهذه المناسبة. نتمنى لشرطتنا العظيمة الموفقية والنجاح والتقدم والازدهار والأمن.
والأمان على محافظة نينوى. نستعيد الذكرى 99 لتأسيس الشرطة العراقية الأبطال الذين سطروا ولا زالوا يسطرون أعظم البطولات والتضحيات من أجل شعبهم وبلدهم العزيز، ونسأل الله أن يحفظهم ويحفظ جميع قواتنا الأمنية.